بيان معنى تصفيد الشياطين في شهر رمضان، الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. معنى عبارة تصفيد الشياطين الواردة في الحديث الشريف المسؤول عنه، قد تفاوت العلماء في تفسيره على مدارك متعددة، وإن كانت في جملتها متكاملة متعاضدة، فقد يراد به أن الشياطين مغلولون ومقيدون حقيقة في هذا الشهر، وقد يكون المراد أنهم ممنوعون من إيذاء المؤمنين وإغوائهم والتزيين لهم، ويحتمل أن المراد أن الله تعالى يحفظ فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي، أو يقصد به نوع مخصوص من الشياطين وهم مسترق السمع منهم، أو من صفدوهم غالب الشياطين والمردة منهم، وأما غيرهم فغير مصفد. وأما حصول المعاصي من بعض الناس في شهر رمضان مع كون الشياطين مصفدة، فإما أن يكون تصفيدهم إنما هو في حق الصائم الملتزم لشروط الصوم وما ينبغي أن يتحلى به من آدابه، أو أن سبب اقتراف الذنوب آت من النفس نفسها